نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 3 قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نشرت القرار رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغيير المناخ بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بتاريخ 29/9/2022. والقرار رقم 405 لسنة 2023 بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبل الذهبي لسلاح الحرب الإلكترونية. كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 418 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري وفرع القاهرة.